ولا زال الزي الاماراتي للرجل قديما مهما جدا فبالرغم من بساطه الحياه الا انها تميزت بتصاميم تعاصر الماضي والحاضر خلونا نسير نشوف الزي الاماراتي للرجل قديما يا مرحبا بكم مشاهدينا يا مرحبا بالوالد ابو عبد الله والوالد ابو حسين حياكم الله <applause> يا هلا فيكم اليوم نبغى نسولف وياكم عن الزي الشعبي الزي التراثي اللي كنتم تتزينون به كنتم تلبسونه أيام قبل يعني بالرغم من بساطة الحياة قبل والدخل كان بسيط إلا أنكم كنتم تهتمون باللبس وكنتوا تهتمون بالمظهر ففي البداية أبو عبد الله شو رأيك تقولنا كيف يعني كان اهتمامكم بنفسكم كيف كنتم تطلعون بأحسن طلة وأحسن مظهر؟ كنا اول الحياه ضعيفه يعني بالنسبه للملابس والاشياء هذه يعني نستوردها من الخارج. ايه. فمثل نلبس احنا الرجال الوزار والقميص والنعال الزنوبه. ايه. هاي اللي عنده نعال زنوبه هو كان اللي عنده الافضل يعني. نعم. ف بعد كذلك يلبسون الاشياء يعني هي التراثيه الاوليه مثل البريسم. والزري هالاشياء هاي ها لبس البنات كان والحريم والزري وابو الطيور والنجمه هي. وما ادري يعني اسامي لها وين توردنا؟ من الهند من وين؟ من الهند لبسكم ولبس الحريم كان كله يجيكم من الهند من الهند ما كنتوا تسوون شيء من عندكم انتم؟ لا لا, لا, لا ماشي يجيبون هناك قطع خام ونروح نشتري الواحد على قده من الدكان حق الحرمه وحق الاولاد والحرمه تفصل بروحها وتخيط حق الرجال وحق, الاولاد وحق الحرمه ]ها. الحريم بروحهم يفصلوا شو؟ يعني كل حرمة تفصل تفصل حق عيالها عيالها واهل بيتها اهل بيتها ويخيطوه ببره ما في مكاين يخيطوه ببره ما كان عندكم طيب كرخانه قبل بعدها ما في كرخانه بعدين جات الكرخانه هي. اول يخيطوا في بره يخيطوا في حق حاج ريلها حق ابو العيال وتخيط حق عيالها حق <مت> نفسها عاد يوم هي ما شاء الله عليها يعني المراه قبل وحريم قبل كانوا هم يخيطون لكل البيت الكندوره الوحده كم من الوقت كانت تاخذ عليها؟ كان اول الحرمه وايد شاطره هي. كل يوم تخيط لها كندوره كندورتين ما شاء الله وايد وبعد معاه تروح النخل وتروح الحطب تروح الجبل تجيب حطب هي. وتخيط وتطبخ ما شاء الله تشتغل اكثر من شغله بيوم واحد يوم واحد حرمه عندها في البيت بروحها تطبخ وتصير الحطب وتصير النخل تجيب الرطب وتجيب السعف فوق نعم. هذا بعد تخيط لكم الملابس. كذا يوم عنده فراغ تخيط الملابس. ما شاء الله. فراغها تخيط الملابس. إنزين. أبو حسين قال لنا نعم. أبو عبد الله أن تيكم القطعة وتيكم الخامات من الهند نعم. وحريمكم كل واحدة في بيتها تخيط ملابسها وملابس عيالها. كرخانة. الف... في نصهم بالبرة وبال. لا كرخانة كله كرخانة. <applause> بس قبل الكرخانه كانت كلها بيدهم 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 كرخانه يمكن هاي الكرخانه شويه مع أيوة. التطور البسيط طلعت أيوة. لكم الكرخانه لو نحن نتكلم عن الكنادير وعن نوع الاقمشه والوان الاقمشه قبل كيف كانت والله كنادير في الوان الوان وفي ما عنده ياخذ يقدر ياخذ الوان ياخذ لكندورة كندوره بيضة ويسمونها نوع الخامه هاي لا ورثونها هي. ورث يعني يتبدل لون الابيض تتورث الكندوره ها عقب ما ورثوها وهذا علقوها عاد الصل الماي وهذا يصل الورث التم عاد يابسه هي عاد نهار العيد تلبس الكندوره ولا قميص يعني هي كانت تجيكم الطاقه لون واحد وانتم تلونونها وتصبغونها ولا كيف؟ لا يصبغون الحريم. ها حريم يسوونها شو الالوان اللي كنتوا تلبسونها قبل والله في ابيض في بني في رصاصي في ازرق في يعني انواع على حسب الواحد ورغبته واللون اللي يبغي يلبسه ايوه جميل انزين ابو عبد الله يعني ايام قبل عندكم كنادير تكون خاصه للصيف وعندكم كنادير ايضا تختلف شويه نوع خامتها عن اللي تلبسونها في الصيف تكون للشتاء بلدير. فقلنا شوية عن اختلاف الكنادير اللي تلبسونها في المواسم أول زمن أول ما في عندنا كان الصيف وكان ها طلع هي ها الحين طلع انزين اول عندنا هاي كان تلبسها تل الصيف وتلبس الشتاء اول برد ما عندنا احنا قيضنا وشتانا برد هو, هو واحد كان دورتنا هاي وحده هي. نغسلها من من هذا ونلبس يعني هي تكون كندوره واحده وحدة لكل المناسبات عيد رمضان وحده وحده, وحدة, وحدة الرجال عنده كندوره واحده ها لكن يغسلها ويلبسها يوميا يوميا هي تغسلها وتلبسها كندوره واحده والعيال بعد نفس يعني ما كانت يعني عندنا يعني كان كان الحياه يعني صعبه كانت صعبة كل واحد عقد حاله ماشي يعني والحرم الحرم بعد عندها بعد مثل دخله دخلتين بس عندها ملابس ما عندها مثل الحين الحين ما شاء الله الكبت ما يشي من صح من, الملابس صح اول ماشي الحرمه اذا عندها عندها كندوره كندورتين بس والريال وحده والريال وحده, وحدة, 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 وحدة عنده هذا يغسلها ويلبسها وفانيله ولا فانيلتين يغسلهم ويلبسهم بس ما إنزل هي. غير الكندوره الوالد ابو حسين يعني كنتوا تلبسون الغتر تلبسون الوزره كلمنا شويه عن هالاشياء اللي تكمل يعني في الكنادير بس من الجمعه للجمعه لبس الكندوره. عيل شو تلبسون بالايام العاديه من السبت للخميس؟ فانيله ووزار. فانيله ووزار وقحفيه. هيهات اللي عنده غتره يحطي على راسه. بس كله قحفيه وزار وفانيله ولا قميص. الصديري يسمونه قميص. صديري. ايوه. كنت الحين بسالك عن الصديري، يعني يقولون ان الصديري له طابع مميز، له قصه مميزه. تميزه عن القمصان الثانيه. منو بيسوي هذا؟ الخياط اللي عنده فلوس، شكل انت عندك انا ما عندي، هذا عنده الثاني ما عنده، الخياط ياخذ علي خمس ربيات، ست ربيات، انا ست ربيات خمس ربيات ما تنفعني للاكل للبيت. يعني القميص الساده يسمونه قميص عادي، واللي عارف. اللي فيه شويه حركات وفيه أيوة شويه أيوة قصه أيوة او أيوة نقشه أيوة او شيء مطرز عليه تسمونه أيوة صديري. صديري نعم. وهذا متى تلبسونه الصديري؟ صدري اي اي وقت راح عرس تلبسين مال تلبسين كندوره صدري وزار بالمناسبات يعني هو هاي بالمناسبات صدري بالمناسبات بتروحين سوق الجمعه يوم الجمعه تلبسين الكندوره تلبسين على الصديري وقحفيه ولا غتره في ناس يروحون الجمعه ما عندهم نعله نعله ما في ولاتهم ماشي. نادر ما يعني يكون شخص عنده نادر قليل اللي عنده يقول لك قليل اللي عنده جميل ابو عبد الله اللي عرفناه من ابو حسين الصديري يلبسون الناس كباريه التجار واللي عندهم فلوس وهو في انواع وممكن يكون بعض الاحيان في الوان منه ولا هو يلون واحد اي الوان اي الوان إيه؟ فنحن نبغى شوي نتكلم عنه وعن الانواع اللي تلبسونها بالشتاء والانواع اللي تلبسونها بالصيف الصديري نادر نادر واحد يلبسه يلبسه اللي صاحب التاجر واللي عنده مكنه يلبس الصديري والصديري يلبسه في مناسبات مثل بيروح عند الشيوخ بيروح يصلي الجمعه بيروح اي مكان يعني فرح ولا كذا يعني مو بالايام العاديه لا لا يلبسه هاي عشان الزينه والصديري هاي غالي ما قيمته شويه ما يلبس انا ما اقدر البسه ما اقدر اشتري لان اول كان ماشي ضعيف الانسان صح يعني انا عشر بيت او 15 بيات ما اروح اشتري صديري بعشر 10 فناس هاي ياخذوها عشان شو؟ الفخفخه والناس التجار الناس اللي يعني النواقضة اللي عندهم فلوس اللي عنده يعني يلبس الصديري واما شرواتي انا ما اقدر البس الصديري انزين آه، انت ذكرت انه في الوان في انواع منه شو هي انواعه والوانه؟ آه، في نوع الاسود والبني والرصاصي والابيضي انواع يعني شكل هيه. هاي الوانه ألوان ونوعه يعني. هو نوع واحد لا لا ما نوع واحد هي حوالي اربع خمس انواع يعني شو الفرق بين الانواع؟ مثل الابيض والرصاصي والبني والاسود انواع لي يعني على حسب الرغبه للشخص اللي يبغي اللون اللي يبغيه ياخذ له يعني هو الاختلاف بس بالالوان مش بال الانواع لا الانواع بس هو نوع واحد الوانه تختلف هو واحد واحد بس هو واحد بس تختلف الالوان بس والصديري هو هو صديري عود صغير يلبسه هو جميل ايه انزين ابو حسين يعني اللي يكمل كشخه الريايل قبل مثل ما نحن قلنا القحفيه ولا الغتره للي عنده فلوس ممكن انه هو ياخذ غتره. فلو تكلمنا عن انواع الغتر قبل، الوان الغتر وشو كان وفي للغتر ايضا مسميات غير كلمه غتره. صح؟ غير غتره والله ما في. ما كان في، كنتوا تسمونه غترة, غتره بس. غتره وفي قحافي من خوص. خوص مال نخل يسوون قحافي. ما يمكن ياخذ قحفيه عاديه بيضه. يسوي له خوص مال نخل بروحه يسويها؟ في ناس يبيعون يسوونه يلبسها يروح في اي مكان انا لابس مال خوص بس هي ما تفرق من غتره الخوص لا عن الغتره الثانيه نفس الشيء لا والغتر؟ ما في فرق والغتر؟ الغتر والله شوفي في شال يجيبونه من الهند في غتر حمر في غتر بيض يعني انواع الغتر اكثر شيء كنتوا تلبسون البيض قبل صح؟ لا الاحمر الاحمر نعم هي اللي كانت منتشره عندكم قبل ايوه م م ما في مسميات ثانيه للغطرة ابو عبد الله؟ في شو المسميات؟ نسميها الاولين نسميها مصر 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 قال اوه ولد فلان لابس مصر جديد اليوم يعني غتره جديده غتره جديده يسموها مصر زين غتره يسموها كان الناس الاولين قبلنا يسموهم مصر احنا عاد الحين تطورنا نسميه غتره ويسموه ما ادري ولا الحين ولا كان هو الاصل مصر نسميه عقب مع التطور تغير اسمها لغتره غتره وما ادري كيف وكيف وكيف. اما كان هو الاصل فصل مصر وكان اي حد يعني يقدر يلبس الغتره ولا ايضا أي هي كان أي سعرها أي غالي أي واحد. اي واحد عادي عادي وتلبسونها يوميا إذا ولا عصرات الجمعه وال... تروح مكان يكون هذا تلبس الكندوره الزينه والاشياء هذه اللي, م -م. اللي عندك وتلبس الغتره وتكشخ فيها ولا باقل اوقات لا وزاره وفانيلو ويلا على البحر زين هذا هو الزي آه نقدر نقول التراثي اللي كنتوا تلبسونه بالمناسبات وما يكون يوميا حياتكم اليوميه يكون لكم لبس خاص او وقتكم تروحون فيه النخل آه تصيرون فيه على البحر كيف يكون لبسكم هذا وزاره وفانيلو وقميص هاي مال البحر روح البحر روح النخل وزاره وفانيلة وقميص هذا ويوم نروح مثل يوم الجمعه الغتره والدشداشه هذا بس <applause> انزين ابو حسين في شيء بعد يكمل كشختكم واللي هو العقال كان عندكم قبل بالماضي عقال وش بقول لك العقال قليل اللي يلبس هي. يعني قليل قليل اللي يلبس عقال من وين كنتوا تجيبون تيبو، تجيبون العقال <applause> يوصلكم من برا يعني ولا من البحرين من م. البحرين ومن الكويت والسعوديه وفي اشكال يمكن آه للعقال. هم هالكويت البحرين والسعوديه هذه شغلتهم العقال. الكويت والبحرين والسعوديه. نعم جميل،, نعم جميل كنتوا تجيبونه من هناك ما في كان حد عندكم بالفريق ممكن انه هو يصنع لا لا لكم العقال. ما في حد, حد يسوي يقدر يسوي ما في حلو. حلو انزين ابو عبد الله آه يمكن العقال بعد له انواع كثيره، له مسميات كثيره. لو تعرفنا عليها لو عندك آه خلفيه. عقال اسمه عقال ما اسمه 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 أقال فيه ما اسم واحد والانواع؟ الانواع في ابيض هاي مال مطاوعة يسووا عقال ابيض مال مطوع وعندنا يصنعوه في في دبي في الشارقه يصنعوا العقال. هي يعني في انواع تاخذونها من من البلاد نفسها وفي انواع ممكن ان هي تجيكم من برا من برا هي من الكويت من السعوديه من قطر وهو اصله العقال اصله من هناك من الغرب يعني من السعوديه الكويت قطر <applause> بعدين جي في الامارات متى كنتوا تلبسونه خاصة يعني الشخص أو الريال اللي عنده عقال آه في أي وقت يلبسه؟ طبعا مش يومياً وقت عنده مثل فرح زي يعني مثل في المناسبات بالاعراس بالاعراس بالاعياد <applause> هذا يلبسه هاي كشخة الريال اللي عنده يعني اللي عنده واللي ما عنده ما يلبس انزين آه الأولاد الصغار آه الشباب شو كان لبسهم؟ نفس لبسكم؟ لا الأولاد كندورة وقحفية ما يلبس عقال ما ولا غتر غترة. ماشي ماشي بس يكبر بعدين يروح يلبس ياخذ لي غتر وقع فيه اه يعني الغتر واي و... شيء يلبس لو... فوق الراس لو... للريال العود العود هي بس الغتره والاشياء حق الريال كبير يعني هي واما الاولاد الصغار ما ما ونعل ما كانت عندكم ما كان نعل واذا الواحد يعني بيحصل نعال مثل ما قلت هي الزنوبه الزنوبه اذا بيحصل نادر يحصل زنوبه اللي عنده فلوس يعني يمكن يشتري له زنوبه ولا 24 ساعه حفاج <applause> داخل النخال الشوك يضربنا ولا غراش اضطر تتحملون ايضا حراره الارض وحراره الارض وهذا وما كان يعني قليل من بعدين جات يعني بالرغم من المصاعب اللي كانت تواجهكم قبل ابو عبد الله والحياه الصعبه والبسيطه والمعقده الا انكم كنتم مستمتعين بالزمن القديم بالماضي كنا اول وكان كان الحياه ضعيفه بس القلب الفريج هذا كلهم على قلب واحد 40 50 بيت كلهم على قلب واحد يعني انا عندي شغله اليوم في البيت بدون ما اقول لاي واحد بدون ما اقول يا ياري بروح ابي بيساعدني اي بروح يساعدني هي. بيشتغل عندي لين اخلص م -م. شو عاد اعطي بين التقدم مع بعض وبيروحوا م -م. مثل عندنا ما كنتوا تصعبوا الامور بينكم فلان لا 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 محتاي انا بوقف وياه فلان يبغي انا بعطيه عندنا كان اول نسمي قيض وشتاء زين اول نسمي قيض وشتاء ايام الشتاء نجي على البحر البيوت المخازن يعني جوكم على حسب المواسم بنكمل هاي السالفه ابو عبد الله وابو حسين لكن راح نظهر الفاصل القصير ونرجع بعد هذا الفاصل نكمل سؤالتنا مشاهدينا خليكم معنا